أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نستكمل اليوم مع طالبات ماجستير الإدارة الصحية في مساق اللي هو أخلاقية الإدارة الصحية. صراحة يأتي هذا الأيام حتى في زيادة أعداد الكورونا الموجودة في قطاع غزة، وهذا يستدعي كمان أنه إحنا كأهل الصحة، ويعني خلينا نقول من المصنفين من الهيلث كير بروفايدرز، إنه نكون دائما مش بس إحنا نحافظ على أنفسنا، إحنا قديش نقدر كمان نبث الروح، المعاني مش بس آليات تعقيم وآليات محافظة، لا بشكل عام إنه كيف how to protect yourself، كيف نحمي عائلاتنا، كيف نحمي أنفسنا. الأمر الغريب انه انا يعني لا نكتم سرا، واحنا بنعطي محاضرات في اكثر من طالبات وطلاب عندنا حتى هم اصيبوا في فيروس كورونا. وصراحه يستحضرنا قبل ما ندخل في التفاصيل مع المجموعه الجديده، انه يمكن انا حتى لما عملنا الابحاث على موضوع سايكولوجيكال امباكت لقينا الامر اكبر من هيك. يعني اليوم في العالم كله بطل يتكلم على البيولوجيكال، صار يتكلم على السايكو إيثيكال بس. ليه؟ لأنه بيعتبروا اللي طبعا مساقنا هذا، بيعتبروا أنه الجانب البيولوجي يسهل التعامل معه. يعني ممكن أقول لكم في الآخر يمكن مع أكسجين مع شوية علاجات لو بدنا نقول بيمشي، حتى الفيزيكال لو كانت صعبة شوية ولقينا حدا يطمننا ويشجعنا حتكون أمور ألطف. لكن الغريبة أنه لما الإنسان يكون يتعرض لإحباط نفسي أو لي يعني خلينا نقول مثلا بداية الدبريشن أو بداية مثلا ستريس، هنا بتبدأ تنعكس سلبا على كل مستوى الأكسجين والأكسجين ساتوريشن اللي موجودة في الأرتريز. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ربنا يشفي كل مريض، وربنا يبعد عنه وعنكم كل الأمراض. ونستكمل اليوم إن شاء الله في مجموعة جديدة اللي هو مجموعة بسمة أبو عطيوي وانتصار الشواف وإسراء عامر. طبعا الطالبات تواصلوا معي وحضروا موضوع ويعتبر من الأساسيات، وهو اسمه أساسيات، أساسيات اللي هو الأخلاقيات بشكل عام لكل الهيلث، يعني خلينا نقول مثلا الصحية، سواء كان تمريض، طب، إدارة، أيا كان. صراحة كان محاضرتهم كويسة وإحنا حضرناها، وتم تنصيبها على اليوتيوب رفعها، مش حنطيل كتير اليوم في المقدمة، وإن شاء الله حتى مش حكون المحاضرة كلها مش حتكون إن شاء الله طويلة. سنفتح المجال الآن للطالبات بسمة أبو عطيوي وانتصار الشواف وإسراء عامر، وهم إن شاء الله يبدأوا معنا، وأنا من عندي إن شاء الله بوقف السكرين شيرينج عشان أنت تبدأ. أتوكل على الله. دكتور يعطيك العافية، أنا برأيي أنه نبث الفيديوهات كمقدمة للمحاضرة، شو رأيك؟ زي ما بدك، تفضل الآن كله شغال وهي المسجل، إحنا توكل على الله. ماشي، ممتاز. انت جاي بس ست، ممتاز ممتاز، انت شارحه عن الست برينسيبلز اللي هو الانترناشونال برينسيبلز اوف اثكس، ممتاز. ايوه، هو بيشرح المبادئ الاخلاقيات السته وكيف كل مبدا على حده بشكل ملخص، كيف احنا نكون المبادئ كان موثوقيه، كيف نعزز الثقه بيننا وبين الفريق، وكيف نكون مع نحقق العداله ايضا والاخلاص ونحميه من الاذى ونعطيه استقلاليته، وكيف نحسن دائله. كل المبادئ لازم نحن نحطها بعين الاعتبار في التعامل مع اي مريض، وما يدورنا إنه إحنا كممرضين وأطباء مش إنه نعالج فقط، لكن لازم إنه إحنا نأخذ بعين الاعتبار إنه هذه المبادئ كيف نمارسها أخلاقياً مع هذول المرضى. وكثير في تشريعات وقوانين نصت أيضاً وجاءت تدعم هذه المبادئ وتنشرها. وحق كمان أيضاً أكدت هذه الجهات إلى توزيع العلاج بشكل متساوي لكل أفراد وكل الأشخاص في العالم، سواء الأغنياء أو الفقراء، بالتساوي. عفوا. وأيضا لازم أنا أخذ رأي المريض في كل شيء وأفهمه كل حاجة بشكل هدوء، وأخذ رأيه وموافقته سواء في عملية أو في علاج، أو أحترم رأيه في الموضوع أيضا.
إن شاء الله راح أبعث لكم الفيديو على جروب الأخلاقيات، جروبنا على الواتس، لحتى تسمعوه بشكل واضح ومفصل. هذا الفيديو بيوضح كيف الرعاية بالتفصيل وكيف أهمية التواصل والحفاظ على مشاعر الآخرين والمبادئ كيف نطبقها بشكل مفصل. طيب كنا حابين إنه نحن نعمل الفيديوهات الثانية ننشرها، لكن بما إنه ما فيش صوت رح نكتفي بالعرض الباوربوينت وخلاص، ونبعث الفيديوهات على الجروب إن شاء الله. واحنا بنضرنا ننتظرها لانه شكلها كويس، انا بدي اشوفها برضه انها تخدم الماده العلميه، ان شاء الله بننشرها. بس حابه تحكي شويه عن اللي شرحته؟ في طريقه ممكن تفضلي 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 تفضلي، سامعك. مين حابب يحكي؟ مين كان بيحكي؟ المايك السماعه الخارجيه احطيها على المايك تبع الكيبورد تبع اللاب وتطلع الصوت. افتح من الجوال يعني زي ما احنا سامعين صوتك. يعني انت قصدك انه ممكن ينفتح على جوال وينبث؟ سامعين ما بعرف اذا انت وين مش عارف. خلينا اجرب الفيديو الثاني اللي بيحكي عن الخصوصيه والسريه. طيب خليني اطفي من عندي الشيرنج، توكل على الله. دقيقه بعد اذنكم. اريد فاطمه بس بعد اذنك تكتبي لنا بس الحضور الغياب، تحطي لنا 100 شقه. احنا مش يعني بدنا نجبر حدا، بس يا ريت دائما يكون الحضرات عندنا جاهزات، بس يعني نعرف مين اللي دائما واظب على الحضور. بعد اذنكم يعني. ماذا نعني بهما؟ دعونا نطرح سؤال لنعرف الفرق. قلت للطبيب احد من هذه الاشياء من منها محميه تحت شعبيه المريض. قيل لي ان لدي مرض الكورونا. انا افكر في قتل نفسي. افكر احيانا ان اؤذي من سبب لي هذا. سبب شعوري بالمرض هو اني قضيت الليل كله وانا اشرب الكحول. نسمع عن سرية المريض كثيرا، ولكن هل ندري حقا ماذا تعني؟ تم تعريف سرية المريض على أنها حقوق الشخص أن تبقى معلوماته الطبية الخاصة بينه وبين الطبيب. هذا يعني أنه لا يحق لأي أحد آخر أن يتطلع على نتائج فحوصاتك الطبية أو أي أدوية تم وصفها لك. السرية مختلفة عن الخصوصية. مثال عن الخصوصية يدور حول أخذك لفحص طبي، أما السرية فتقوم بحماية معلومات ذلك الفحص. ولكن ما أهمية السرية؟ غير أنها مبدأ أخلاقي هام، فهي أهم بكثير، فهي تسمح ببناء علاقة قوية بين الطبيب والمريض. مع قبول السرية سوف يشعر المريض بثقة أكبر ومشاركة معلومات حساسة هامة للطبيب. في الطب قد تلعب أصغر الأشياء دورا هاما في حصولك على أفضل علاج ممكن، لكن هناك استثناءات يسمح للطبيب عند وقوعها بكسر السرية. أولا، عندما يكون هناك خطر لإيذاء الآخرين، وهذا يمكن أن يكون باعترافك بنية تسبب الضرر لنفسك أو للآخرين، أو لاحتوائك على مرض خطير يمكن أن ينتقل للآخرين. ثانيا، عند تلقي أمر محدد من المحكمة، غير ذلك فإن أي شيء سواء مع أو ضد قانون محمي مباشرة من الوعد الذي هو السري. الآن نعود لسؤالنا الأساسي، ما هو الجواب الصحيح برأيكم؟ سبب شعوري بالمرض هو أني قضيت الليل كله أشرب الكحول، هو الجواب الصحيح. ممتاز، بيّن واضح، ممتاز، ممتاز. شرح ملخص أو مقدمة عن الخصوصية والسرية. ننتقل الآن إلى المقطع الثالث وعلى الإهمال الطبي. عندكم واضحة؟ تمام. المال براكتس ميديكال ليست بظاهرة محلية، فالمشكلة عالمية تعاني منها جميع دول العالم. الإحصائيات أثبتت أن 5 ملايين شخص ماتوا بسبب المال براكتس ميديكال. وترجع المال براكتس ميديكال نتيجة خطأ في التشخيص أو نتيجة ممارسة عملية حديثة أو تجريبية في العلاج، أو نتيجة حالة طارئة تتطلب السرعة، أو نقص في المستلزمات الطبية، أو نقص في كفاءة وخبرة الطبيب. وبحسب الإحصائيات تعتبر المال براكتس ميديكال ثالث أسباب الوفيات في الأمم المتحدة، على الرغم من أنها أكثر إنفاقاً على الرعاية الصحية بواقع 1.5 تريليون دولار سنوياً. يحدث المال براكتس ميديكال عندما ينحرف مقدم الرعاية الصحية عن مستوى الرعاية. هذا الانحراف يؤدي إلى إهمال، وهذا الإهمال يسبب للمريض إصابة. يمكن للمريض رفع قضية إذا تضرر من المال براكتس ميديكال.
مثل إيذاء جسدي أو إيذاء نفسي، ويمكن للمحامي مراجعة القضية وتحديد إذا ما حدث الملابراكتس ميديكال واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكسب القضية. بهيك بنكون إحنا شملنا عملنا مقدمة عن موضوعنا. بتحب دكتور نعيد المقطع الأول تاع المبادئ ولا خلص نمشي؟ وعموما خلص صار واضح الأمر، بس أنا كنت بدي أنا أسألكم، أو إذا أنت خلصت عشان بدي أعمل نقاش لأن الموضوع شوية مهم. يعني أنا مبسوط إنكم غيرتوا شوية الستايل، يعني غيرتوا خلينا نقول نظام جديد يعني اتخذنا، لكن في شغلات أنا بدنا نتشاور فيها الآن. طبعا أنتوا خلصتوا الآن، يعني إحنا نبدأ معكم نقاش ولا كيف أول حاجة؟ تمام، أنا كنت بدي يعني أحكي بس تعقيب صغير. يا ريت تعقبي عقبي وبعد ما تخلص قولي لي، عشان أنا بدنا في شغلات مهمة كتير بدنا نركز عليها شوية. تمام، إحنا يعني في واقعنا الحالي في قطاع غزة وما نشاهده أمامنا يمكن أكبر مثال بوضح هذا الإشي مرض كورونا. لو بدنا ناخد إحنا كيف بنتعامل مع مرضى كورونا وكيف نحنا نطبق هذه المبادئ على هدول المرضى، إنه إحنا أولاً نحترمهم لأنه هو المرض له عامل نفسي كبير كما ذكرت سابقاً. لازم إن إحنا نكون نعطيهم شوية ثقة لحتى يقدروا إنهم يقضوا على هذا المرض، وإنه يكون في عندهم في عنا تواصل ومشاعر بيناتنا بين بعض. أيضا لما يكون في شخص بتعامل مع في عنده الأعراض هذه لازم نحترم الخصوصية، إنه إحنا نروح في بيته أو نجيبه على مكان مخصص ناخد منه هذا الفحص، وإن ظهرت النتيجة إيجابية ممكن إحنا نكسر السرية هنا ونعلن عن معلوماته، لكن إن كانت المعلومات النتيجة سلبية فإنه إحنا هنا نحافظ على المعلومات وما نسربها. بهنا بنكون إحنا طبقنا المبادئ والخصوصية والسرية في مرض كورونا بنتعامل مع المرضى حالياً. يمكن بس ما يكون عندها تعقيب على الإهمال الطبي لو إذا حبت تدخل في هذا الموضوع. تفضلي. شكرا لك. يا فيك تفضلي. بالنسبة أنا أخذت نقطة المال براكتس ميديكال، وكنا عارفين أن الإهمال شغل كتير بتواجهنا وكتير بنسمع عنها في المستشفيات. بالنسبة للمال براكتس أنه هو أنه أفشل أنه أقدم خدمة أو أمارس درجة المهارة المتوقعة، طبعاً هذا الفشل بيؤدي عندي لإصابة، بيؤدي لخسارة للمريض، وبينتج هذا المال براكتس لما عند الابتعاد غير المبرر عن الممارسة المعتادة أو من عدم ممارسة الرعاية المناسبة في الوفاء بمسؤوليات الفرد. لو جينا وحكينا عن المال براكتس ميديكال في وقتنا الحالي أو في الأزمة اللي احنا بنمر فيها في كورونا، طبعاً كتير بنعرف إنه في عنا سوء معاملة سواء من قبل الطاقم الطبي، من قبل طاقم التمريض، طاقم إداري، خاصة للأشخاص المصابين في فيروس كورونا. وكتير بنعرف إنه في مستشفياتنا العامة في قطاع غزة ما في عنا يمكن أجهزة حديثة، ما في عنا أجهزة على مثلا تكون معقمة على طول، خاصة في المستشفيات أو في المستوصفات العادية الموجودة في المخيمات، وعدم وكمان إنه ما في عنا عناية ومتابعة لمريض الكورونا. ايضا بنعرف انه في كثير الحروب والشغلات هاي دائما اول مشكله بتواجهنا وهي نقص الاسره وقله المستلزمات الطبيه مثل ما حكينا، سواء في يعني هذا كان ايام الحرب وايام الشغلات الطارئه، فنفس الشيء عندنا في كورونا، عندنا نقص في اسره، نقص في حتى مناطق الحجر اللي بتم حجر فيها المصابين بتكون غير يعني مكتفيه، غير مثلا نظيفه إلا إذا كان في أماكن حجر لأشخاص خاصة. طبعاً في عنا أيضاً العلاج بواسطة أطباء غير متخصصين، وهذا كتير بنسمع عنها وكتير بتواجهنا، ويمكن في أكثر من زميلة معنا أكيد واجهت مشكلة أو مرت بتجربة الإهمال سواء في عملها أو سواء في شخصية، وهلأ رح نعرف في النقاش. وفي عنا كمان عدم تخصيص ملف خاص بكل مريض والإهمال في تعقيم الأدوات الصحية. صحيح صحيح. هذول المال براكتس يمكن بشكل بسيط اللي بتواجهنا في مرضى الكورونا أو في بتواجهنا في مستشفياتنا
خاصة في مستشفيات غزة يعني بشكل خاص عنا كثير نقص في المستلزمات الطبية، نقص في خدمات الرعاية الطبية. ويعني إذا بدك يا دكتور أكمل في الموضوع. واضح. أجملت الإهمال في يعني. لا هو كويس، أنا بس خلي إحنا مش مشكلة، إحنا بدنا نعمل نقاش لأنه الموضوع شوي حيوي وهو جاي كمان اليوم في ظروف صعبة عمالها في زيادة الحالات. أنت عقبي أسراء شوي على أنا بعديها بدي أحكي. تفضل يا أسراء. سامعي. أول شيء يعطيكم العافية صبايا، شكرا. اللي كانت تحكي. بدي أعقب. تفضل. إحنا حابين نسمع البنات اللي بيشتغلوا في المستشفيات. أيوة أيوة، ما أنا هنا أنا بديت في إسراء. تفضل يا إسراء. يعطيك العافية صباح، يعطيك العافية دكتور. بس أنا حابة أعقب على قصة إنه إحنا اللي حكت إنه الطاقم الطبي يعني بعنف أو بتنمر أو إنه على مرض كورونا، بس بالعكس إحنا شغل مستشفى الأوروبي بيشتغلت شغل جبار، الشفا اشتغلت شغل جبار حتى مع المصابين كورونا، حتى بالسرية، حتى بالحفاظ عليهم، حتى بالنظافة. حتى لو أنت لو رحت ذات نفسك على الأماكن هذه كنت راح تعرفي تشوفي كيف هم كانوا دقيقين جدا جدا جدا، حتى لدرجة أنهم أعطوا دورات لعاملين النظافة حتى يكونوا مهتمين بمصابين كورونا، وحتى ما المشكلة ما تتطاقم أو تتطاقم أكثر من هيك. يعني ما يعني إحنا بالعكس غزة اشتغلت شغل جبار بالموضوع هذا. تمام. ممكن أنا بقول لك لا نخلى إنه إحنا عنا نقص في الأدوات، نقص بالأسرة، نقص، بس إنه إحنا هذا ما بنسميه مال براكتس منا شخصياً. هذا إحنا بوضع بالك على الأيدي، خليكي معنا، هو على الإمكانيات المتاحة إحنا نعتبر إحنا ممتاز. لذلك إحنا بدنا نفصل يعني براكتس من صعيد الوضع الاقتصادي اللي إحنا عايشينه فيه. بالضبط. تمام. روان ايش رايك انت يا روان؟ استنى شوي بس معلزك يا اسراء. روان تفضل. يعطيكم العافيه. عافيك يا روان، تفضل. انا اشتغلت في تيم الاوروبي في المجموعات وضليتني 4 شهور بعد هيك في عندهم في نفس المعلومات. اوكي صحيح. اتعاملنا مع يعني إيش أحكي، أغلب سكان القطاع يجوا من الشمال، من خان يونس، من رفح، من الوسطى. كتيم تمريض، تيم أطباء، تيم عاملين نظافة، كانوا كلهم مدربين عن كيف آلية الوقاية من اللبس، من كيف استخدام العلاج، المتابعة، الفؤاب، أي إشي كان المرضى يحتاجوه كان يتلبى طلباتهم. يعني المالي براكتس بالنسبة لقدراتنا إحنا ما لاحظنا أي إشي، ما كان في أي نقص صراحة، لدرجة إنه المرضى نفسهم هم بيشكروا بيحكوا في المستشفيات الحكومية بغض النظر عن مستشفى التركي والمستشفيات الثانية. إذا تمام. كان في كان سوء بهذا بيكون من قلة الأدوات والسبلايز الموجودة. طب روان أنا بدي أسألك، أنت راضية كنت عن الفترة اللي اشتغلت فيها؟ يعني لو بدنا نقول إحنا قاعدين هنا بنسجل والناس بتفرجوا، هل إحنا يعني روان اشتغلت الفترة الصعبة اللي كانت موجود في حالات وكان كل الضغط على المستشفى الأوروبي كونه المستشفى في البداية كان هو الوحيد اللي يستقبل الحالات اللي تحتاج عناية مركزة وخاصة أو تحتاج أكسجين سبلاي بشكل عام قبل المستشفى التركي؟ هل نقدر نقول إن إحنا وصلنا لمرحلة ساتسفاكشن، ولا خلينا نقول وصلنا لمرحلة إنه مثلاً how to deal with the crisis؟ يعني هل إحنا بدنا نتعامل بأزمة ولا راضين؟ احنا راضين، احنا طلعنا اصلا راضين انه عاملين رايحين عمل خير كتجربه يعني لاول مره حابين نخوضها، بس احنا تحملنا يعني العامل النفسي كان سيء علينا يعني لا ننكر، لانه دير بالك احنا كان انا طهر حديثك شويه لانه انا كان لي في البدايه واحنا في نفس موضوعنا يعني نفس موضوع اللي احنا بنناقشه قلنا له قبل ما نبدا في موضوع الكورونا عشان ما يصيرش بكره نيجليجنس او بلاش يصير مالي براكتس أو حتى ما يصيرش يعني unethical issues، خلينا نعطي الممرضين والأطباء قواعد للتعامل. اللي الغريب واللي محزن إنه كتير ناس، أنا متأكد اللي زي روان
واللي زي غيرها أجت على العمل هي صحيح شاطرة ودرست، لكن لم تأخذ كورس خاص how to deal in crisis, how to deal with coronavirus, how to deal with corona patients, how to deal in this situation. كيف بدنا نتعامل في هذه؟ أنا متأكد هي راحت واشتغلت انبسطت لكن ما خدتش الدورة المركزية. No, لا يا دكتور، احنا لما طلعنا، بس عفوا، لما طلعنا من المستشفى اخذوا تيم يعني ادونا كورس تدريبي كيف نستخدم الاجراءات الوقائيه للتعامل عشان نحافظ على نفسنا ونحافظ انه ما ننقل العدوى من بيشنت تو بيشنت. يعني كانت التدريب كان تمام، وعرفونا على اقسام المستشفى. انا صح كلامك يا روان، روان دكتور، حتى دكتور يوسف ابو الريش نزل قرار قبل شهر قبل دكتور يوسف أبو الريش نزل قرار ممنوع يطلع أي حكيم أو دكتور أو أي عامل إنه يروح يشتغل مع مصابين كورونا بدون الدورة هاي، ممنوع منعاً ذاتا كانوا فعلياً. وما حدش طلع، حتى إحنا حتى لو ما طلعنا اشتغلنا إحنا أخذناها كمان الدورات. إحنا أنا حبيت أعمل السؤال استفزازي أو خليه يقول استثارة المعلومات، شنو نؤكد انه احنا غزه رغم الحصار، يعني رغم اللي احنا فيه ورغم المعاناه، الا انه لا الحمد لله قائمين على اداره الازمه بكل ما استطعنا، ولدرجه انه لسه احنا، انا بتكلمش انه احنا في النهايات، يعني بعض الناس بيقول انت في النهايه، لا مش في النهايه، بالعكس احنا عمالنا بنقول، وما بدي يعني انا اخلي الناس يحبطوا لو قلنا انه لسه احنا مش عارفين وين رايحين، مش عارفين. فاطمه حبت عقبي، انا بسمعك على السريع عشان انا بدي احكي بعديك. يعطيك العافيه. تفضلي. سامعين؟ سامعين كويس، تفضلي. أنا كنت بدي أحكي بخصوص قصة الخصوصية فيما يخص كورونا وحتى قصة التدريب للطواقم وهيك. يمكن إحنا كان معنا فرصة إنه ندرب الطواقم، لأنه إحنا ما جناش الإشي مباغت زي بعض الدول أو بعض المناطق الثانية. يعني قصة إغلاق المعبر لعبت دور في إنه إحنا نزود كفاءة العاملين في المجال الصحي، يعني عطول صار في تدريبات لإلهم، صار في انه نعرف ايش الحاجات اللي ناقصه زي البي بي اي والحاجات هاي اللي بتلزم عشان الطواقم الطبيه. فهذا كان له دور انها ترفع من كفاءه الطواقم الطبيه. يمكن بالاول كان في خلل في قصه الخصوصيه للناس، لما حد تطلع نتيجته كانت الكشوفات تنزل على الفيس وكنا نلاحظ هذا الاشي، وكانت تصير فضايح. يعني لما تنزل بكشف الأسامي بعرفش كيف كان يصير التسريب، كيف كانت أنا نفسي يعني توصلها. سألت يعني وطال حديثك فاطمة ممتاز، أنا سألت نفسي شخصيا عن تنتين كان من الحكيمات اللي متميزات في المستشفيات، وزعلوا جدا عن اسمهم طلعوا. أنا قلت لهم يعني إحنا مش في طور الآن رفع قضايا، لكن يعتبر أن إثيكال عشان أكون صادقين. كملي. صحيح صحيح. كمان شغلة بدي أحكي على الجستس في الديستريبيوتيف للموارد الصحية. يمكن صحيح. كان في خلل في بعض المناطق عن مناطق تانية، لأنه إحنا منقدرش نتحكم في الموارد، إحنا فعلياً عنا خلل في الموارد. صراحة أنا بالنسبة يعني أنا حضرت العرض تبع الصبايا، كان عن جد شغل بجنن، بس كان عندي سؤال أو هم سؤالين للكسين اللي صار لهم عرض في أول حالة تبع بتاعت الكونفليكت، وانه اذا هو رفض العلاج انا ايش بدي اعمل. انا هذا سؤالي. كان بدي اعرف ايش اعمل. وحاله اريكا انه انا برضو انا كحد بتابعها وشفتها في مكان، انا بعدين ايش اعمل؟ يعني انا ما وصلتش، بس كنت بدي اعرف ايش اعمل. يعني انا حابه اعرف الجواب للحالتين. ويعطيكم العافيه عن جد، جهد جنن ممتاز. الله، انا مبسوط انه يعني الطالبات بمدحن بعض، يعني معناته احنا بخير بخير بخير، معناته يعني هيك في خطوه كثير متقدمه للامام، وان شاء الله كلكم تكونوا متميزين. بدي اسمع فلسطين. اهلا وسهلا، الحمد لله على سلامتك يا فلسطين، تفضلي. يسلمك يا دكتور، يعني من بعد سلامتك والله. الف سلامتك. الله يسلمك. السلام عليكم. هذا القاضي الا هو الواحد فعلا انصاب، يعني هذا ما فيش مفر منه. لا إله إلا الواحد بيشتغل في الحق الصحي، فالحمد لله. يعني تعقيبا على كلام قصة الأوروبي وقصة إنه التيم اللي كان رايح كان مؤهل، لا وبشدة، لأنه أنا كان اسم مدرج من قبل التيم اللي هيروح على الأوروبي، بس أنا رفضته بشدة لعدم تدريبي حتى كيف البي بي إي
البيئي ما كانش حتى إنه فهميني كيف ألبس، فكان إنه اسمي هاي مدرج واتصال آخر الأسبوع إلك دوام في الأوروبي كيف، وإنت على أساس بحطوا اسمي؟ الإدارة اللي عندنا في المستشفى رفضت أي إشي، رفضت أي مبرر. يعني إحنا خلينا نقول الأمر الكمال لله على كلامك يعني، لكن بشكل عام اليوم في مكافحة عدوى في أقسام برضه، عشان ما يعني بدنا نعطيهم حقهم، في أقسام واضحة الحمد لله وبتعنا في كل مستشفى بمتابعة الحالة الوبائية بشكل عام. صح، بس قصد إنه كان التيم مدرب اللي راح على الأوروبي، مش كل التيم، ومش كل التيم كان عارف إنه هيروح. صحيح. يعني هي كان أشياء يعني تقريباً على كلامك يا فلسطين لو سمحت يا دكتور. استني مين اللي بس بدها تحكي؟ تحكي اسمها بس. روان. روان. أنا روان. أي روان تفضلي، عشان لأنه رحمة رفع إيدها. تفضلي يا روان. أوكي. تعقيباً على كلام فلسطين سريعاً، صحيح هو الوزارة أدرجت أسماء ما تم تدريبهم، لأنه نظراً لزيادة زيادة عدد الحالات في آخر فترة، بس هم قبل ما صحيح بيستدرجوهم بيجيبوهم قبل ما يبدوا العمل بيشرحوا في قسم مكافحة العدوى، بيستلم التيم بيشرح كل التفاصيل، كل أجزاء المستشفى، كيف البروتوكول، كل الأدوات، إيش ما بدها بتعرف كل إشي، يعني ما بتدخل على إشي وهي مش عارفة. طيب خليني عشان نوحد الكلام. ثواني بس. اتفضلي يا رحمة، عشان أنا في الآخر أجمل الكلام، بدي أجمل الكلام كله. رحمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبة للموضوع المثار في الكلام، أنا متابعتي لجميع زملاتي ملاحظ إنه في تغيير في سياسة الإدارات المختلفة للمناطق. يعني أنا خليني أحكي عن تجربتنا في موضوع مكافحة العدوى. إحنا كمستشفى بأشهر الحدث في عنا مشرفين، سواء كان مشرف الانفكشن كنترول أو مشرف البيشنت سيفتي، هذول تأهلوا للوزارة وتم استخدام. أنتوا بتفرقوا بين البيشنت سيفتي والانفكشن كنترول؟ بالضبط. ولا واحد؟ الانفكشن كنترول وبيشتغلوا على مستوى جميع مستويات القطاع، كل مستشفى قدم من طرفه مشرف معين، وهؤلاء المشرفين بنتشروا على جميع مستشفيات القطاع لتأهيل وتدريب الكوادر التمريضية والطبية، وزي ما حكت زميلاتنا عمال النظافة وحتى الإداريين كمان. كمان بالنسبة للناس اللي احنا رفعنا أسمائهم لحتى تشارك في المستشفى الأوروبي، بالعكس احنا دربناهم، مش بس دربناهم يعني موضوع الانفكشن كنترول، أعطناهم دورات تدريبية في متابعة الحالات الكريتيكال في العناية المركزة، كنا طلعناهم دورات انتدبناهم في مستشفى الأندونيسي في الآي سي يو عشان يقدروا يمارسوا مهامهم في الأوروبي بشكل مريح. تمام. لما احنا بعتنا يعني من طرفنا الأشخاص اللي كانوا مرشحين للمهمة من ناحية التمريض، يعني هم راحوا هم أورينتد تماماً إيش بدهم يعملوا تماماً في الموضوع، وكانوا على قدر من المسؤولية للأمانة، واشتغلوا في الآي سي يو زي ما كنا عارفين الأوروبي كانت الآي سي يو فيه ثلاث مراحل، اشتغلوا في جميع المراحل المتوسطة والبسيطة والعناية المكثفة. بس أنا بدي أحكي في موضوع إدارة الأزمة. يمكن إدارة الأزمة رغم أنه كنا نشوف في إدارة جيدة بل ممتازة جدا لموضوع مكافحة العدوى، بس أجت فترة وتراخت فيها الجهود، يعني صرنا نحس أنه عملية السحب قلت للناس وصارت تعطي نتائج أقل، يصير إعلان أنه عنا الإصابات قليلة، طب ما إحنا بالمقابل ننظر ليش العينات اللي سحبناها مقابل النتائج اللي بتعلنها. لا ومن وين سحبنا وكيف قليت؟ لا كمان ومن وين المجموعة كمان برضو كله مهم هذا كلام. يعني إحنا في إشكالية يعني الآن ولا قلت يعني أنا بحكي لك عن إذنك ثواني بالصبت. بس في موضوع يوم الأم بدناش نقول يعني عيد الأم حتى لا يحسب علينا، كانوا في كثير في الأسواق الآن بيتهموا أنه تجمع خاص الستات في الأسواق وازدحامهم وشراء هدايا ووجودهم في صلات وكذا ربما تكون برضو ذي مدعاة لزيادة. إحنا المشكلة وين إحنا عملنا؟ ولازم تكون في خريطة وبائية واضحة. القصة اللي بنعاني منها مش واضح بالضبط كن الحالات، وليش انت لما عملت 2000 هل ركزت على الشمال، ركزت على غصب، ركزت على منطقه شعبيه ولا منطقه مدنيه ولا منطقه منفتحه؟ هذه اشكاليات اقصد بدها متابعه لجنه الطوارئ المركزيه. كملي. صحيح. في نقطه اخيره بدي احكي فيها يا دكتور، انه اخر فتره احنا اعتمدنا كثير على موضوع الربت تيست،
موضوع الرابيد تيست انا بقدر احكي لك الان من الميدان انه بيعطي نتائج خاطئه اكثر بكثير ما بيعطي نتائج صحيحه. انا مش معه يعني بالمره، للأسف. صحيح صحيح، للاسف للاسف حالات كثير بتدخل وكل الاعراض والعلامات كومبليتلي واضحه، ولما بنسحب لها العينه بصار رسميه بنتفاجئ انها بوزيتيف. فهذا برضه من الموضوع اللي انا بعتبره اساءه اداره في في في, في مكافحه العدوى. 100% كلامك منطق 100%. تعرف طيب الله يعطيك العافيه. دعاء حابه تحكي؟ يا دعاء رافع ايدك، انت رافع، تفضلي دعاء. سلامه. انا بسمعك يا دعاء. لا ارفع، على الصوت شويه. طيب قبل ما يتكلم بدنا نشمل بس النقاش اللي صار. إسراء سمعانا أكيد والمجموعة اللي معها. الآن اللي بدي أقوله أنا، في سؤال كان واضح أنت حكيتي وأنتم بتناقشوا صباحا، وكان العرض حلو كتير الفيديوهات، وأنا إن شاء الله حنأخذ نعرض للطالبات. أنا بس كنت بدي أقول يعني أنت قلتي مرات بنقدر نلجأ لكسر البرايفسي وكسر الكونفيدنشاليتي بخصوصية مريض معين. أعطينا بس حالة أو تنتين ممكن أنت تضطر تكسري لبرايفسي، وخاصة شغلة أبليكابل يعني قابلة للتطبيق، بدناش حاجة من أمريكا ولا أوروبا. متى ممكن في غزة أكسر سرية عند مريض أو كتمان عند مريض؟ تقدر تقول لي أسراء أو أنت مجموعتك؟ أنا يا دكتور عرضت في التعقيب قلت لك عن حالات كورونا يلي بتصير. أعرف بس أنا عشان الآن التسجيل بدنا، أنت احكي براحتك الآن. كما ذكرت إنه لو كان في عندي أنا حالة أنا مشتبه فيها إنه عندها أعراض كورونا، أنا بروح بعمل الفحص هذا إلها. فهل أنا من أخذ الفحص لهذا المريض لازم أنا أحافظ على خصوصيته يا في بيته يا إما في مكان خاص في المشفى بعيدا عن عيون الناس؟ يعني مش ضروري أنا أروح أحكي أنزل بياناته للجميع إن أنا بدي أروح أشاكك في فلان بدي أروح أخذ منه فحص. أنا هنا لازم أحترم خصوصيته وبينه وبينه أخذ الفحص. السرية هنا بتيجي بعد ظهور نتيجة الفحص. عند ظهور نتيجة الفحص إذا كانت النتيجة إيجابية هنا بدي أنا أكسر السرية لأنه مرض معدي ففي خطورة على إنه ينتقل للآخرين. إحنا بدناش نحصر الموضوع بس في كورونا، أنا قصدي أنت جبتي هذا صح لكن بشكل عام كمان تفضلي. مثلا عندك الهيباتايتس، هيباتايتس أها إكسلنت ممتاز كملي. في المستشفيات لازم أنا أحكي لكل اللي حواليها إنه هاي الحالة مثلاً عندها هيباتايتس انتبهوا عشان ياخدوا إجراءات الوقاية لأنه مرض معدي. فالحالات الأمراض المعدية بشكل عام اللي بتأثر على اللي بتكون معدية للآخرين لازم أنبه الآخرين منها، وهنا بتبطل فيه سرية في الموضوع. أما إذا كان النتيجة كانت إيجابية صحيح يا علا والتي بي مضبوط كلامك. كملي كملي أنا بس بتابع الشات معك كملي. تمام. إذا كانت النتائج والفحوصات هذه كويسة وما فيها شيء خلاص أنا بهنا بحافظ ما بحكيش لكل واحد. والله أنا كنت بدي أسألك، افرض أجتك مريضة وأنت بتشتغلي في المستشفى وكان عندها بريجنانسي وخلينا نقول مثلا برايمي، وهي خجلانة تقول لك انه عندها ايدز وطلع بالفعل عندها ايدز يعني اتش مثلا اي في مثلا ديفشنسي، وقالت لك معلش ما بديش تحكي لحدا انا حدش بيدرى وما يعني استر علي وانا بدي الطفل يطلع كويس بلاش ما يخلونيش اولد في المستشفى، ايش رايك فيك حالة؟ لا هنا انا بدي اشوف المصلحه العامه، يعني ما بزبطش انا اخبي موضوع زي هيك، لازم احكي لزميلاتي انهم ياخذوا اجراءات الوقايه حتى لو كانت هي وصتني او حكت لي يعني. لكن راح احكي لزميلاتي انه ما يقعدوش يحكوا قدام المرضى الاخرين، يعني ان انشر بشكل موسع انه هذه الحاله هيك 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 فيها، انه برضه ننتبه لمشاعرها ولازم افهمها هنا واوعيها مدى خطوره انتقال هذا المرض للاخرين ولاجل سلامه الاخرين لازم انا. طبعا احنا بنكمل الان مع الطالبات في النقاش حول الاساسيات الاخلاقيه للتعامل مع المرضى كمقدمي الرعاية الصحية في مستشفيات ومراكز الصحية في قطاع غزة. فإحنا فتحنا النقاش ونكمل معهم إن شاء الله إلى الآن. طبعاً كنا نتكلم في موضوع إنه متى ممكن نكسر الخصوصية عند بعض يعني خاصة بعض المرضى بشكل عام.
فكان السؤال أنا سألت طالبة وهو ما كان محضرين في مجموعة إنه يعني لو كانت في مريضة pregnant يعني مريضة حامل ولكن كان في HIV فهي كانت تكمل إنه هل يعني وقالت لها بدي أنا أولد وما بديش حدا يمنعني إن أولد في المستشفى كون يعني أنا مصابة بكذا وكذا فهي ردت قالت لا هنا بنقدم المصلحة العامة كملي مع أنا بسمعك كملي هل أنا بعتذر بس فصل النت أتفضلي كملي لا افتح بس اللي عند المايك بس سكرين المايك وكملي يعني أنا باختصار أي مريض بيجيني بدي أحافظ على سريته وخصوصيته على قدر الإمكان طيب إلا طيب أنا بدي أسرع بدنا هذا يمكن يكون واضح لكن فاطمة طرحت مثل يعني سؤال كويس في موضوع الكونفليكت سواء كانت الحالة اللي أنت طرحتيها أو الحالة الثانية في مرات هو متى احنا قاعدين بنناقش وهيك جبتوا كل اللي صار في موضوع خلينا نقول ايثيكال كونفليكتس اللي موجود على كورونا وعلى فكره اليوم الكورونا يعني عامله ماده قويه ممكن نناقشها لدرجه انه انا نفسي وانا بدرس امبارح اتفاجأت انه العالم كله بتكلم على بعض ان شاء الله ما يصيرش عندنا طبعا ان شاء الله ما يصيرش بتكلم على بعض المستشفيات الاوروبيه خاصه زي ايطاليا وزي غيره لما كانت الحالات شديده جدا وفي بدايه العوده لما المنظومة الصحية كلها وقعت زي ما قلنا يعني فالآن بتكلم على أنه صار في شوية ديبريشن عند العاملين مع المرضى هؤلاء يعني بتكلم على ممرضين كان يقعدوا بالأيام الطويلة والشفتات الطويلة جدا والعمل المرهق وما كانش يعني في البداية نتوقع الأمور كانت سهلة في كانوا يروحوا على بيوتهم وأنتم يمكن أكيد كنتوا تتابعوا الأخبار يمكن إحنا عندنا كان أكبر شفت يقعد مثلاً 12 ساعة أو ممكن يقعد 18 في بعض الأحيان ممكن يوم في بداية العهد لكن هناك لا كان يقعد أكثر من في بعضهم قاعد 20 يوم في 21 في كانوا يعملوا آلية اللي هو الحجر الكامل وهذا الحجر الكامل كان نفذناه مع بعض الممرضين والممرضات لما صرنا نوديهم على مراكز الحجر اتفاجأوا بعضهم أنا بتكلم عند الأجانب مش عندنا إنه صار عندهم signs of depression يعني بداية أعراض الاكتئاب ما بقول مرض ولكن بتكلم على ديبرسيف يعني ايبسودس يعني نوبات انا حتى هذا كلام انا نفسي ابحث فيه في قطاع غزه فاحنا الان يمكن بنسقط الامر على كورونا لكن هو مرات بيصير عندنا في اي مرض بيصير كونفليكت لما يصير كونفليكت هذا اللي اسمه ايثيكال ديليما السؤال اذا احنا في قدامنا برايفسي وفي كونفيدنشاليتي وفي شغلات انا بدي احكيها وانا عارف انه لازم احكيها علشان مثلا مصلحة المريض أو مصلحة المصلحة العامة لكن إفشاء السر هنا ممكن يعمل حاجة اسمها legal problems كيف يعني legal problems؟ يمكن تعمل tradition إحنا إلا تقاليد إلا عادات افرض المريضة حكت لك شيء معين وأنا بدي أعطيك حالة أنا شخصيا حصلت معي كنت أنا إحدى المستشفيات أشتغل وأنا بطرحها للنقاش وهذا حقيقي حصل معي أنا شخصيا الحالة كانت عندها DVT Deep Vein Thrombosis المشكلة إنه مش راضية ممتاز زي اللي انت حكي اللي كتبتيه صح يا فاطمة الآن هذه الست هي متزوجة عندها DVT كل ما بتروح على البيت بعد شهرين ثلاثة بترجع وبنحاول نحط لها وهيبرين مع كليكسان أبدا الأمر مش راضي يعني مش راضي يتحسن فأنا بصراحة إحنا دائما بنعمل إحنا كتمريض مخدين مرات أوسع شوية يمكن تاع البصريات بنتبه للبصريات تبع التحاليل من تبع التحاليل يمكن احنا كان احنا بناخذ حاجه اسمها اللي هو الهيلث اسسمنت لما رحنا لها سالت سؤال واضح قلت لها انت بتاخذي اي ادويه ثانيه قالت انا ممكن اقول لك سر وبس ما تقولش لحدا طلعت بتاخذ طبعا للاسف حبوب منع حمل من وراء الزوج لان هي بتدرس ماجستير هي مخلصه هو كان قايل لها طول ما فيش حمل ادرسي لما يصير حمل فيش عندي امكانيه انه انت تدرسي فللاسف يعني الكونتراسبتيف بيلز كانت الرقيب الدائم لها ودائما تاخذه طبعا وكانت تاخذ من النوع اللي خلينا نقول فيري سترونج وللاسف كان يعمل مش بس كونستيبيشن هو كمان سبب كبير كان واضح انه عمل DVT الان احنا ديليما هذه صارت وهذا كونفليكت انا هذا ممنوع ولازم احكيه طب حكي ايش حيعمل؟ حيكسر كل العائله ايش رايك او ايش رايكم؟ مين حب يقول لي ايش ممكن لو الحاله دي قدامك ممكن تجاوب عليها؟ تفضل يا ربا ربا رانيا اي حد بيحكي انا بس احكي يا دكتور تفضلي بنحاول نحافظ على السريه بتاعت المريضه
يعني ممكن نيلها لها يعني نخلص الموضوع مع بعض، نحكي لها ايش الاسباب اللي ممكن تودي فيها للدي بي تي، انه الكونتراسبتيف هي الاساس، السبب الاساسي اللي عملت فيها هيك، يعني اوجهها. تمام. ما بقدرش افسرها للزوج، يعني ممكن يعمل مشاكل كثير كبيره، ممكن توصل لطلاق وبالنهايه ايه المشاكل. لا مش حتظبط. انا متاكد انه احنا كمان كل وحده فيكم في شغلك، انا متاكد الا حتيجي يوم حتمر على شغلات زي، يعني ممكن مرات الابن مخبي على ابوه، مرات الاب مخبي على ابنه في بعض الشغلات. اللي بدي اقول لكم في هذه الحاله ايش بنعمل؟ طبعا هذا مطبق سواء في المستشفيات الحكوميه او غير الحكوميه، في حاجه بسموها ايثيكال كوميتي. هذه الايثيكال كوميتي هي بس دورها بتعرفوا كيف زي ما بيقولوها الصلح العشائري اللي موجود في البلد، نفس القضيه بس مع احترامنا مع فارق التشبيه. مرات احنا عندنا بتروح على، طبعا مش لا سمح الله كاني بشهر، مرات بتروح على ناس بتقول لهم يلا حلنا او على مخاتير او كذا، للاسف بدل ما كانت ستر صارت فضيحه، وهذه مصيبه. في بعض الناس انت بتقول له فيك من يكتم السر، ما شاء الله بقول لك تفضل، وبس تطلع بيصير السر على كل لسان. مش كل الناس بيقدر يحافظوا، ومش كل الناس بيفهموا معنى القسم. هذه الايثيكال كوميتي موجوده، بتكون هي مجرد ما يصير في اشكاليه في سريه معينه وبدنا نطلع السر، وفي نفس الوقت بدناش نفضح العائله، لانه الزوج حيطلق هذه الست وحنقعد في قصص ثانيه احنا في غنى عنها. فبتروح هذه الكويس فيها بتكون مقبوله على الطرفين بدون علم الطرفين. جزء من اللجنه بروحوا، مش كلهم عشان ما تبين كانه الشيء مرتب، جزء من اللجنه بتروح على الطرف الاول تحكي له زي ما حكت الان ربع، الخطورة وانت وين وكذا وايش بيعمل فيه ومن الكلمات، وانت ما حيصير عندك مرض وحيتخثر الدم ويمكن يصير عندك جلطات في قلبك. هذا الشق الطبي. بعدين دخلونا في الشق الثاني الديني، والشق اللي هو ايش المنطقي، والشق النفسي، طب هذا بيجوز ايش وهذا حرام وهذا كذا. اذا هذه خلصت، فهي بتروح تقول لهم طب خلاص انا اوعدكم لا يمكن يتكرر، بس الي رجاء ما يطلع هذا السر هنا. تمام. بتروح جزء جزء من الطرف بروح على وين، على الزوج، بحاول يعطي، بقولوش السر ابدا، بس بقول له اكيد في اشكاليه، يمكن باقي اخطاء، يمكن طبيب اخطا معاها كذا، ما بنقول له ان هي بتعمل كذا، لانه الناس عندنا بس بدها كلمه. وهيك الايثيك كوميتي بتعمل ايش، حاجه بسموها كومبارزن، يعني زي بتعمل زي بالانس، توازن. اما لما تكوني انت لحالك، علشان هيك دائما مرتبطة البرايفسي والكونفيدنشاليتي، مرتبطة بكلمتين تانيات، وأنا يعني كويس إنه في نفس الموضوع عشان نحكيهم. هذول التنتين البرايفسي والكونفيدنشاليتي مرتبطة بحاجة تانية اسمها إيش، أنا ريسبونسبيليتي وأكاونتابيليتي. لقيت أنا ممكن كل واحد فينا يكون عنده ريسبونسبيليتي، لكن كل واحد فينا ولا أنا عندنا أكاونتابيليتي. ليه؟ الآن افرضوا أنا قاعد موجود، صار في إثيكال بروبلم وصار في إشكالية معينة، فالآن بعد مشكلة إذا أنا قدرت أسيطر عليها بنفسي، يعني افرضوا كان خطأ بسيط من المريضة أو أنا أخطأت مع المريضة، بس هذا الخطأ مش كبير، it's not a big deal، مش حاجة بتموت ولا fatal mistake، حاجة مقدور عليها. لما تكون أمر زي هيك، هذا بسمها responsibility اللي اسمها personal، يعني حاجة شخصية، إنه أنا بتحمل المسؤولية. لما نقول طب الثانية، الامر الثاني زي ما قلنا برايفسي كونفيدنشاليتي، في الاكاونتابيليتي. لما نقول كلمه اكاونتابيليتي يعني تحمل تبعات الحدث. طبعا انا ما اقدرش، متى بتصير؟ اعطيكم مثال، الطبيب دخل يعمل عمليه وحصلت، ما نقولش ما حصلتش، حصلت، وحصلت في غزه، حصلت برا كثير، نسي شغله، يمكن في بعض الحالات نسي السيزرز المقص، بدناش نتكلم بعض شغلات ايش كمان نسي في الابدومين، خاصه لما يكون في اكسبلوريشن. الان الاشكاليه اللي نسيها هي مسؤوليته، لكن ايش صار في المريض بعد هيك؟ accountability، بيقدرش يتحملها لحاله، بيدخل الايثيكال كوميتي، تدخل على الخط وبتقول له تعال احنا وياك بدنا نتحمل. ليه؟ لانه تحكمنا زي ما الدين بيحكمنا في البلد، في اعراف كمان، اعراف وتقاليد برضه السائده، في مرات للاسف بتصير احداث قتل، وبيجي بيقول لك انا استغفر الله العظيم، يعني انا اخجل من هذه الكلمه، بقول لك انا بديش يعني تحل حل ديني، انا بدي حل عرفي. ليش؟ لانه عنده الحل العرفي، يعني انا بدي اخذ حقي وبدي اخذ الديه وبدي اعمل وبدي اعمل. لكن لو قلنا الحل الديني عندما يثبت مثلا 100% انه والله هو المحقوق، حيدفعوا اهل القاتل اللي هو يعني الديه. فهذه اشكاليه، علشان هيك اذا انا الخطا بسيط بقول عنه ريسبونسبيليتي، اذا الخطا كبير بقول عنه ايش، انا accountability.
هذا اللي انا كنت يعني حابب اعقب عليه. ظل في سؤال انا اساله عشان نختم نقاشنا، لانه هذا النقاش حلو كثير. الان احنا مقدمين، فرضا وانا اشك يعني لسه ما حدش اثبت لي، يعني هم ما اثبتوا ليش انه انا الله اعلم انه نيو فيرجن اوف كورونا هي اللي دخلت على الخط. العدد اليوم بدا يزيد. العدد كم؟ العدد تقريبا احنا ما بنتكلمش على اعداد عشان المحاضره حضرها مسجله ومبثوثه قدام الناس، احنا بنتكلم على تضاعف العدد. ما نقدرش نقول قديش، خلاص العدد عماله بيتضاعف. لما نقول والله اول امبارح واليوم صار عندنا للاسف انه بنتكلم يمكن يكون يصير ضعف، ربما يكون اكثر، وعماله بفكروا في موضوع اغلاق، وعماله بفكروا في موضوع اجراءات. مع انه انا لو جيتوني انا ما بدي في موضوع الاغلاق قد ما بدي كيف احنا نقدر ننشر ثقافه، كيف نقدر ننشر ثقافه وعي. المشكله هذه مشكله. طيب الان لو انا قاعد بشتغل اتعرضت لمشكله، متى هي المشكله؟ عرفوني في المستشفى انه احنا الحالات هذول مش راضيين نحكي للاعلام، بس معلش حاله اكس واي وزد هذولا من النيو فيرجن من الجداد، والبقيه من الحالات الطبيعيه. طبعا طلعت عندنا اعراض غريبه وبدت الامور زي هيك تصير. انا ايش بدي اعمل لو انا قاعد بشتغل واجا قال لي رئيس القسم والمشرف معلش انتبهي؟ طب انا بين نارين، بدي اتعامل واسكت؟ طب انا لي اهل، طب لي زمايل، طب انا كيف بدي احكي لهم؟ طب كيف بدي انشر ثقافه، وكيف بدي اخلي الناس شويه تخاف في نفس الوقت علشان انا اقدر اشرح لهم المنطق والواقع. فلو حدا تعرض لشيء زي ايش ممكن ان يكون دوري؟ نختم بهذا النقاش ويعطيكم الف عافيه. انا دكتور رح نضل محافظين على البرايفسي يعني والبوليسي بتاعت المؤسسه اللي احنا بنشتغل فيها، رح نحافظ على السريه. مين اللي بتحكي؟ رحمه. اكسلنت، ممتاز ممتاز. هاي اللي بدا ما بعرف مين اللي حكت يعني. روبا. روبا ممتاز يا روبا. انا هاي اللي بدي اقول لك، يو شود، بقوله دائما ايش، يو شود ميك بالانس بتوين بتوين انستتيوشن. اوكي ندى، هل قد ما خليك انستتيوشن اللي هو بوليسي او ليجيسليشنز بشكل عام، وبين ماي ايثكس اند اور ايثكس. تفضلي ندى، تفضلي ندى. دكتور هي اهم شيء، اهم شيء انه الطاقم يطبق هذه البوليس، مش بس انه نفرضها على الناس وتلاقي واحد من الطاقم هو اللي بخلف البوليس هاي. غير هيك ممكن عن طريق نشر التوعية ببوست. يعني أنا ده، هل بحق لك تروح على البيت تكتب على الفيس إنه أنا لقيت حالات يا جماعة اليوم النوع الثاني فيه قسم الأوروبي في السرير الأول والثاني والثالث؟ مش ممكن صح؟ لكن لو قلنا لك سألناك بنفع تكتب تقولي إيه تزداد الحالات خطورة، والصح إنه يجب على يعني أبناء شعبي وننتبه الأمور والله صعبة، إيش أنت إيش رأيك يعني؟ أنا بسألك إيش رأيك؟ ممتاز يا فاطمة، صحيح أنا ممنوع ما بحق لكش، صحيح أنا مبسوط إنه أنتوا يعني الحمد لله قدر الوعي. أنا يعني هذا الشيء ببسط يعني إنه أنتوا عارفين شغلكم، عارفين شغلكم. تفضل يا روان. احنا في الحاله هاي احنا هنحافظ على البرايفسي، انا مش هطلع اشهر واعلن، بس على ميديكال تيم، على زمايلي انا مش هاحكي لهم انه في مثلا الاصدار جديد من الكورونا، انا هاوعيهم من الاعراض والخطوره هاي. مش ضروره انه انا احكي انه في تايب 2 من كورونا واشي زي هيك، وبرضه احكي للمرضى انه في تطور في الاعراض، بدنا حرص، بدنا بزياده. أنا ما بطلع لي أي حق إنه أشهر ضمن مسؤولية مؤسستي. ممتاز. أنا اللي بدي أوصلك إياه إنه إحنا كناس بندرس وكناس عمالنا بنشتغل لسنا مخولين بإعطاء أسرار مؤسسة، هذه أول حاجة. الأمر الثاني إنه مش إحنا الجهة. أنا اللي بزعلني إنه مرات بيطلع بعض الناس بيصرحوا حتى في الإعلام، وأنا هي واضح وبتكلم ومسجل الأمر، وهو ليس ذوي اختصاص، ليس ذوي شأن، فبينفعش الأمر. إحنا في العالم برا ممكن تكون، شوف أمريكا قديش لم يتكلم لا رئيس مستشفى ولا وزير صحة، وبكون ماخذ التفاصيل الكاملة. أنا أتمنى، إحنا عندنا مرة مشكلة بتكلم سين أو صاد أو كذا، هذا بزبطش، لازم يكون واضح. لكن أنا مضطرين نقول، وأنا بتكلم بشكل واضح، إحنا مضطرين في بعض الأحيان نطلع بعض الأسرار، تطور الأعراض، تطور المرض بدون ذكر بالتفاصيل حتى الناس تأخذ راحتها. لو واحد قال لي تأخذ احتياطات أكثر، ليه؟ لأنه ثبت، معلش ما نزعل، لو قلنا هذه كلمة، ثبت إنه الشعوب
يعني تيجي بالخوف. مرات الأدب والاحترام شوية بغلب، مش لا سمح الله إنه يعني هم مش مؤدبين، محاشا لله. أنا قصدي لازم يكون في شفافية ونعطي المعلومات بشكل واضح، لكن شوية بدنا نخوف الناس. يعني مثلا أول ما بدوا عملية الإغلاق أنا انبسطت في البداية، كان يقولوا اللي حيطلع حيتعرض لا كذا وكذا، أنا انبسطت. لما بدأ الترهل في عملية الكمامة أنا قلت لهم ما تلفش فيها عيب، قولوا أنا بديش أقول كثير، قولوا اللي بلبسش كمامة عليه مخالف 20 شيكل، يمكن الأمور تكون صعبة ما عنديش مشكلة، بقدر الحالات، واللي مش قادر يدفع بعدين بنظر له، ولا أنا بدي أخذ مصاري من الناس ولا إني بس. أنا القصة مرات الناس التراخي اللي موجود والله لا يبشر بخير ولا يبشر بأي يعني احتمالية للتحسن، وإذا تضاعف العدد من أول امبارح لليوم الله أعلم فيما بعد. علشان هيك إحنا مرات مضطرين نعلي شوي سقف اللي هو الخوف، سقف اللي هو ارتفاع الرهبة عند الناس، لأنه هيك الناس حتكون يعني يصير عندهم نوع من يعني بدناش أقول توعية قد ما إنه خلص أنا بخاف. وبعدين نذكرهم وهذا كويس، أنا كنت زعلان إنه دور المشايخ لازم يكون لهم دور في هذا المجال، يعني أنا بستغرب يعني مرات بغيبوا شوية. إحنا بدنا يوم يدخل الآن على الخط، هي مش بس موضوع مساجد، لا يدخل على الخط إنه هذا لا فريضة شرعية ضرورة مثلا إنسانية لازم تحافظه. هذا أنت إلك أب، إلك أولاد، إلك أخ، إلك أخت، كيف بدنا إحنا نقدر نقول لكل الناس إنه بجوزش إلك، أنت مش مسؤول عن نفسك، وبعدين إن لبدنك عليك حق وأنت كذا، يعني هذا اللي بنقوله بشكل عام. عشان هيك بدي أحكي إنه سكوتنا في توعية الناس وتحذيرهم حيعزز فكرة الوباء وصمة. طبعاً هو صحيح، لكن مرات أنا اللي بدي أقول لكم إياه إنه إحنا بين نارين، بدك تطمن المجتمع وبدك تخليه يحتاط. عشان هيك بدك تبني، ليش بقوله دائماً بقول الإثكس بيعتبرها زي إيش؟ بيعتبرها زي الويفز. إيش يعني زي الويفز؟ يعني زي الموجات. يعني أنت ما أنت برضه بتقدريش تكون يعني 100%، يعني زي ما بقول المثل يطخ ويكسر مخه، بتقدريش. أنت بدك توعي المجتمع وتبين فيه خطورة، لكن في نفس الوقت بدك تحاول تعمل توازن. ليه؟ عشان ما يصيرش نوع من الرعب برضه. أنا بقدرش أجي أقول دير بالكو وصار عندنا، حتى لو وزير، حتى لو وكيل وزراء، وصار عندنا حالات والحالات خطيرة واللي مات وكذا واللي، وأنا بقول لكم الحقوا وما تلحقوا، والحالات صارت تجي عندنا ودعوها قبل ما تصل. زي ما في البداية كان عندنا للأسف طلعت الدعاية صعبة، إنه كل واحد بصل لموضوع اللي هو الفنتيليشن بشكل عام، سواء كان سباب ولا نحط على فنتيليتر معناته راح، وهذا طبعا للأسف صارت حالات صعبة. لكن بقدرش أعمم حتى ما الناس ما تروحش في اتجاه خايفة جدا ونصير نقول إنه لا هذا اللي إحنا بدنا نوصلكم إياه. لا إحنا بدنا نرعبهم، لكن في نفس الوقت بدنا نوصل الوعي تبعنا. إحنا الناس بندرس أخلاق، ومن ضروريات أخلاقنا إنه إحنا نيجي نقول للناس معلش بنفعش. بعدين أنت لما تحكي مصدقة عند حواليك، عند جيرانك، عند قرايبك، عند أهلك، لأنه الحمد لله مش بس تدرسي إدارة صحية، لا أنت من أصل كمان معظمكم أصله صحي، فبصير الواحد والحمد لله الواحد مطلع. ويمكن إحنا اليوم يمكن هذا الأسبوع يمرق يعني في بعض الدعايات، إحنا بدناش نتكلم عشان أول مسجل، يعني ممكن تكون هناك بداية إجراءات. طب ليش إحنا نستنى؟ هل الاستهتار يودينا غد؟ طب ما شوية نأخذ لورا، يعني معقول تركيا، إيطاليا، أوروبا بشكل عام كلها اتعايشت مع الفيروس، اتعايشت بالمعايير الصحية، وإحنا مش قادرين. فتحنا الصلاة وفتحنا الحفلات وفتحنا يعني الأسواق الشعبية ودون رقابة ودون حسيب، لا وصار اللي يلبس هنا المشكلية. صار الآن اللي هو if you wear mask، إذا أنت لبست أنت اللي حيتنمر عليك، وهذه مشكلة خطيرة، لأنه الناس حيقولوا ويطلع لك واحد يقول لك أنت لسه مصدق، هذه مشكلة كبيرة. إذا حابة تحكي رحمة شيء احكي، عشان بعدها بدي أختم المحاضرة. أنت رافع إيدك، أنت الوحيدة، إذا حابة تحكي شيء تفضل. هو أنا رفعت إيدي لما كان في مشاركة وحكيت رأيي في الموضوع، إن إحنا برضو بيعتمد على الأسلوب. لما بدي أنا برضو أضل ساكتة على موضوع إنه في عندي ناس ممكن أشتبه فيها من الطفرة الجديدة وأضل ساكتة عنها، فأنا هيك برضو ممكن أكون عززت الوصمة، يعني إنه اللي إحنا بنحاربها أصلاً في المجتمع، لا إحنا بدنا نتعامل مع الوباء إنه هو مشكلة صحية، إحنا بنتخذ لها إجراءات لازمة، وبالتالي ممكن نتجنبها ونتجنب انتشارها. بس هي الفكرة اللي ممتاز. إحنا بنضرب عليها هيك، لا بنكون إحنا ثبتنا فكرة الوصمة، لا إحنا ثبتنا فكرة الوصمة ولا إحنا سكتنا وما اتخذنا الإجراءات اللي لازم لمكافحة أي حاجة إحنا بنشوف فيها ممكن تكون من الطفرات الجديدة. عمان يمكن هي كمان إيمان داود هي لخصت في كلمة
انه احنا القاعده الشرعيه درء المفاسد اولى من جلب المصالح او المنافع، كما يعني اهدانا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح. علشان هيك احنا ما نزعل حتى لو صار عمليه اتخاذ بعض الاجراءات، وان كان احنا لا نرضى يعني، لكن مرات الانسان يعني زي واحد بيكون عنده دايبيتك فوت، انا بقول لهم دائما من ناحيه إثيكس انه لا، اذا دايبيتك فوت واضطرينا غصبا عن الاصبع هذا نقيمه، او هذول الاصبع نقيمهن عشان تبقى الرجل وتبقى الجسم، افضل من انه لا والله كل الجسم يعاني. فمرات الاجراءات ممكن تكون شديده، حتى هم بيصيروا بشكل واضح ان كان بيكون اغلاق، انا بقول بشكل واضح حيكون الاشد وحيكون اصعب. ليه؟ لانه الناس مشكلتنا انه يا بنشد على الاخر يا بنلخي على الاخر. عموما احنا يعني في نهايه المحاضره اسجل اعجابي بصراحه يعني بهذا النقاش، اللي يعني صراحة الطالبات ماجستير الإدارة الصحية على قدر من المسؤولية وقدر من العلم والمنطق والدراية من واقع العمل، من واقع يعني دخولهم مع المرضى نفسه وتعاملهم، وخاصة في ظل جائحة كورونا، صراحة كان النقاش يثلج الصدر. وإحنا بنوجه رسالة لكل يعني القائمين على لجنة الطوارئ العليا ولجنة لجان مكافحة العدوى في المستشفيات، إنه إحنا بدنا نزاوج بين أمرين، بين المحافظة على أساسيات الأخلاقية للمرضى، وفي نفس الوقت نحافظ على كمان قوانين المستشفيات والمؤسسات، والجانب الثالث إنه كيف نقدر نحمي المجتمع. فهي هذه مثلث ثلاثي، يعني ثلاث أضلاع له. إحنا بدنا نحمي المجتمع، لكن في نفس الوقت بدنا نحمي المجتمع، لكن حمايتنا للمجتمع ما تيجيش على أساس إنه نعاقب كل الناس. إحنا بدنا نحاول نطلع مفاهيم، المفاهيم تكون واضحة لكل الناس، إنه إحنا بدنا نحمي أولادك، بدنا نحمي عائلتك، حتى لو عصينا عليك ضغطنا عليك، لكن هذا لمصلحتك، والمصلحة العامة مقدمة دائما على المصلحة الخاصة. في نهاية المحاضرة كمان مرة بأشكر المجموعة بتاعت اليوم اللي هي إسراء وفلسطين، أعتقد يعني كلكم، وهي لحقت معنا، وطبعا وأشكر كل زميلاتكم اللي صراحة يعني كان النقاش مثمر، وأنا بتمنى عليك تبعتي لنا كمان الفيديوهات اللي الصغيرة اللي عملتوها، إن شاء الله بندمجهم مع بعض، وإن شاء الله بننتظركم الأسبوع القادم، ممكن نغير ونبدل إذا حبيتوا لقدام، نحكي في موضوع الموعد علشان موضوع التوقيت الصيفي، وبنكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.